الخير. صباح النور على حضرتك. أخبار الجديد إيه بالنسبة لتوفير الأسمدة الشتوية المدعمة لـ 3.5 مليون فدان قمح زي ما احنا تابعنا في الخبر؟ وحضرتك تعلمي طبعا محصول القمح محصول استراتيجي مهم، وبنسعى دائما لزيادة المساحة المنزرعة من هذا المحصول كل عام علشان نقلل الفجوة الاستيرادية من القمح بصفة عامة. يعني تمام. علشان كده احنا جاهزين الحقيقة لزراعة هذا المحصول، وبدأت فعلا بعض المحافظات تزرع القمح، والأسمدة الحقيقة متوفرة في كل الجمعيات، بالإضافة كمان للتقاوي، أصناف التقاوي اللي هي الجديدة عالية الإنتاجية أيضا موجودة في الجمعيات. كمان الحملات القومية الخاصة بهذا المحصول موجودة في جميع المحافظات اللي هي بتزرع القمح، لأن حضرتك تعلم الحملة القومية الحقيقة مهمة جدا للنهوض بهذا المحصول، وبيكون فيها أساتذة من مركز البحوث الزراعية ومن بعض كليات الزراعة في مختلف التخصصات الخاصة بهذا المحصول. تمام. علشان الحقيقة نقدم معلومة إرشادية ومعلومة بحثية للفلاح، وعلشان نحل أي مشكلة تواجه هذا المحصول في أي محافظة من المحافظات. طب علاوة على دكتور بدون الندوات قطع كلام الإرشادية اللي احنا حضرتك، اتفضل يا ايه دكتور. فهم. طيب انا معايا في الخبر انه هيكون في اسعار مدعمه لشكاره اليوريا اللي هتتعرض ب 164 جنيه، والنترات اللي بتتعرض ب 159.